شفنا في الجزء الأول إزاي قناة الجزيرة العميلة قدرت تتخفى بين العرب والمسلمين باسم وشعار عربي مستعار، وشفنا أهمية قناة الجزيرة عند الإدارة الأمريكية لدرجة إن البنتاجون قرر يفتح أهم مقراتها داخل مقر وزارة الدفاع الأمريكية بواشنطن. افتتحت شبكة الجزيرة مكتبها الجديد في مقر وزارة الدفاع الأمريكية في واشنطن، وده طبعا نظرا لأهمية الجزيرة وأدوارها المهمة في تحقيق كل أطماع ومخططات الصهاينة في الشرق الأوسط، واللي استعرضنا بعضها في الجزء الأول. وبعد نجاح قناة الجزيرة في شيطنة صدام حسين لتبرير تدخل الأمريكان وإعدام صدام بشكل مهين للعرب والمسلمين، وفي أول أيام العيد صدام حسين هذا المجرم ليس فقط أنه ضرب الآخرين جيرانه، وإنما ضرب شعبه بغازات السامة، ضرب مواطنيه، ضرب الشيعة. فبينما كان المسلمون حول العالم يحتفلون باستقبال عيد الأضحى، اقتيد صدام حسين نحو حبل المشنقة. وبعد الغزو الأمريكي على العراق وقتل وإبادة أكثر من 500,000 عراقي، انتشر الغضب ضد أمريكا بحملة إدانات دولية ضد بوش الابن وتدخلاته الدموية في الشرق الأوسط. ومن هنا بدأت أمريكا تحس بالقلق على تواجدها في الشرق الأوسط، فقررت الإدارة الأمريكية بنفسها حرق ورقة بوش الابن للأبد بتمثيلية جديدة يتفرج عليها العرب والمسلمين على شاشات الجزيرة لإشفاء غليلهم. الحذاء الذي صوبه صحفي عراقي إلى رأس بوش في المنطقة الخضراء أخطأ الأخير. 50,000,000 ضربوا الرئيس الأمريكي جورج بوش بالحذاء في آخر لعبة على الإنترنت. صحيفة واشنطن بوست علقت على الحادثة بالقول إن الرئيس الأمريكي ذاق بعضا من النقمة العارمة للكثير من العراقيين على سياساته.